معنا عبر الهاتف من بغداد السيد فاضل أبو رغيف، الخبير الأمني والاستراتيجي، للحديث إذن عن هذه العملية، انطلاق عملية عسكرية بصحراء الأنبار. حدثنا عن هذه العملية العسكرية بحسب المعلومات المتوفرة لديكم، بالنظر أيضا إلى جغرافيا المنطقة، نتحدث عن صحراء الأنبار، يعني مناطق شاسعة، مناطق صحراوية، وهل من تأثير لهذه الجغرافيا على هذه العملية العسكرية؟ نعم، بدءا تحية طيبة لك سيدتي ولمشاهدي قناتكم الكريمة. طبعا كما تعلمين الأنبار هي تمثل أكبر محافظة في العراق، وهي تمثل ثلث مساحة العراق، وفيها أكبر صحراء، وهي صحراء الأنبار الكبرى التي تمتد عبر صحاري متعددة، منها صحراء القذف، ومنها صحراء الحسينات والشبابيك، ومنها صحراء وادي حوران الذي يرتد لأكثر من 700 كيلومتر وعمقا، فضلا عن صحراء القائم وصحراء التي تلي الحدود العراقية السورية. خلال العملية التي سبقتها قبل نحو 7 أيام من الآن، التي شملت منطقة هيت وشمال راوة، وتمخضت تلك العملية قبل 7 أيام عن بعض من المطلوبين، عن إطلاق أو الإنهاء أو الاستيلاء على بعض من المضافات والمشادب ومخازن الأعتدة التي كان داعش خبأها هناك. هذه العملية بعد منها عدة أمور، أولها هو تأمين متاخمة إلى الرطبة، وتأمين الشريط الحدودي الذي قد يعني شبه داعش. هذه المنطقة حقيقة حدث فيها في الأخيرة بعض الأعمار من بعض الجنود ومن المراتب العراقيين، وهذه تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية والقضاء على الأنفاق والقضاء وضرب المضافات وملاحقة بعض الجهات والبؤر التي يعتقد أنها بضاع متنقلة وذئاب منفردة تحاول أن تتعشعش في تلك المدن. طيب أستاذ فاضل، يعني نتحدث عن فلول داعش، عندما نقول فلول يعني حسب المعلومات المتوفرة ما عدد هؤلاء؟ يعني هل نتحدث عن مئات، عن كم العدد حتى التقريبي لهؤلاء الأشخاص الآن؟ يعني دعينا نفصل لك. في العراق عدد قبل نحو سنتين أكثر من 30,000 مهاجر، وهؤلاء هم يمثلون المهاجرين والعرب والانغماسيين والأجانب، وفضلا عن المقاتلين المحليين. قتل منهم أكثر من ثلث قتل من هؤلاء. الذين الأخطر في هؤلاء هم المهاجرون والعرب وحتى بعض الانغماسيين. هؤلاء حقيقة بعد القضاء عليهم في مناطق الكرابلة ومنطقة القائم هربوا إلى داخل الحدود العراقية السورية من جهة البكمال إلى جهة دير الزور، وهذه مناطق تكاد تكون صحراء البكمال من جهة سوريا، قد تكون مناطق يعني بيئة يعني مشجعة لأن يلجأ إلى هذا التنظيم. لذلك التنظيم لجأ إلى طرق بديلة، منها انه اشترى بعض رؤوس الاغنام وارتدى جلباب البدل رحل، وهو يتواجد الان على شكل بدل رحل يحاول ان يظل الاجهزه الامنيه العراقيه، ويحاول ان يغير من جلبابه وثوبه ليمارس ادوار التضليل والتشويش والمخادعه على تلك الاجهزه الامنيه، الا ان الاجهزه الامنيه شخصت ما لديهم من هذه الخدع. شكرا لك على هذه المداخله السيد فاضل ابو رغيف، الخبير الامني والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.